مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من صوت الناس. نعيش في العراق ومدن أو عواصم إسلامية أخرى، خلينا بالعراق، أجواء حسينية، أجواء تسيطر فيها مشاعر الناس على الظلم الذي وقع على عباد الله. وكان الإمام الحسين عليه السلام واحدا من أشرف الرجال الذين قادوا الثورات ضد الظلم الذي يقع على البشرية. سيدنا الإمام الحسين كان وما زال منارا ومثالا كبيرا للتخلص من الظلم، لمقارعة الظلم، لمواجهة الظلم. ثار الرجل هو ومن معه من الرجال الأحرار لمقاتلة الظلم الذي كان يقع عليه وعلى أمته. ولذلك سبحانه وتعالى بشر مع الاعتذار رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، بشر المؤمنين والمسلمين بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي قولة أخرى قال: حسين مني وأنا من حسين. لا يمكن لي أن ألخص مآثر الإمام الحسين عليه السلام في هذا البرنامج البسيط المتواضع، ولكن رأينا من الواجب علينا أن نسلط الضوء على ما يعيش العراقيين اليوم. العراقيين اليوم يعيشون ظلم، وظلم كبير، وهم في نفس الوقت يحيون المشاعر الحسينية، ذكرى استشهاد أبا عبد الله الحسين، هذا الرجل اللي ثار على الظلم، اليوم الشعب العراقي يحيي ذكرى استشهاده. هل يمكن للناس في العراق أن يثوروا مثل ما ثار الإمام الحسين على الظلم الذي يعيشونه، على الفساد الذي يشوفوه بعيونهم، على القتل، على الذبح، على الدماء التي تذهب هدرا؟ هل بإمكان العراقيين أن يفعلوا ذلك، يقتدون بالإمام الحسين كرمز لهم وكمعنى كبير؟ من يحمل لواء الحسين عليه أن لا يظلم الناس؟ ساسة العراق اليوم يتشدقون ويتاجرون باسم الحسين ويظلمون الناس ويفسقون في الأرض ويسرقون الأموال، أموال الشعب، أموال الدولة، كل شيء يفعلونه وهم يتاجرون باسم الإمام الحسين. يعني ترى هاي مصيبة، حقيقة مصيبة. يشاركون الناس البسطاء، يشاركوهم بعزاءاتهم ويشاركوهم بطبخهم الأكل ويرحون يحضرون المواكب والعزاءات وهم يظلمون الناس.
خاف تقولون يابا انت دا تفتري على السياسيين وعلى قادة البلاد. هم بيناتهم واحد يفضح الآخر، بيناتهم واحد يحكي على آخر، هذا باق هذا سرق، هذا قتل هذا نهب. هم يقولون، هم ينتقدون بعضهم البعض، كل واحد يكشف أوراق الآخر. زين، إذن هم دا يظلمون الناس بهذه الطريقة، يقتلون الناس، يعتقلون الناس، يرعبون الناس والعوائل بدون وجه حق، ويتشدقون باسم سيدنا أبو عبد الله. يعني فعلا هي مصيبة، يردون يخلون العراقيين يعيشون في الازدواجية. لا، الفرز واضح، العراقيين ما تصير عندهم الازدواجية، الفرز واضح ومعروف. سؤال اللي نطرحه، أنه لو حضر الإمام الحسين أبا عبد الله أو لو كان موجودا في هذا اليوم في العراق ويشوف هذا الظلم بعينه ويشوف كل هاي المآسي اللي ده تجري بالعراق، ماذا كان سيفعل الإمام الحسين عليه السلام؟ ماذا كان سيفعل؟ ماذا كان سيفعل لهذول السياسيين؟ ما كان يحمل سيفه ويحز رقابهم؟ نعم، ولكن على ما ورد لي من تعليق على الفيسبوك، أحد التعليقات يقول والله يا أستاذ جلال كان يقتلوه للإمام الحسين لو ظهر من جديد أو بعث من جديد أو خلق من جديد، لو كان موجود اليوم لكان يقتلوه السياسيين سياسي العراق ويذبحوه ويستشهد من جديد ويقتلوه شر قتله، يعني قتله ليس كما قتل أو استشهد في معركته وإنما شر قتله ليقتلوه السياسيين. على كل، احنا نذكر في كل المناسبات، وهذه مناسبة جليلة، مناسبة طاهرة يعتزون بها العراقيين كثيرا ويفدوها بأرواحهم، وكثيرا كثيرا من العراقيين كثيرا من العراقيين يهتم بهذه المناسبة ويتمسك بتقاليدها وطقوسها، والناس أحرار فيما يعملون. هذه كل مجتمع عنده طقوس وعنده تقاليد وعنده مراسيم وعنده شعائر، علينا أن نحترم كل هذه الشعائر ونلتزم بها. إذن خلي نسأل السؤال موجه لك عزيزي المشاهد الكريم، يعني ماذا لو كان الإمام الحسين عليه السلام موجودا اليوم، ماذا كان سيفعل في العراق؟ أكو إجابة على الهاتف؟ الأخ ضياء الكواز من عمان، تفضل يا ضياء. مساء الخير أستاذ جلال، مساء الخير أعزائي المشاهدين. مساء النور، يا مرحبا. هذه الأيام الكريمة التي تمر علينا هي عزيزة علينا وعلى الأمة الإسلامية، لكن أسأل سؤال، الذين يتباكون على الحسين والحسين في الجنة في عرش الرحمن، لماذا لا يتباكون على الشهداء؟ لماذا لا يتباكون على من ظلمهم وقتلهم؟ عتبي على أخواني وأهلي بالعراق. كل هذه المناسبات اللي قاعد نشوفها في العراق هذه كانت ممنوعة قبل 2003، وأيضا ممنوعة في إيران، الطبر والزنجيل والقامات والمناظر المؤلمة، لماذا أتت للعراق في هذه الفترة؟ هذه أنا أعتبرها شيء من الفوضى الدينية. سلامي لكل أهلي في العراق، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأخ ضياء. نعم، الأخ طلال من الناصرية، تفضل يا طلال. السلام عليكم.
عليك مساء جلال. طلال. السلام عليكم مساء جلال. طلال. ماكو طلال. نعم. ها تفضل يا طلال، انت على الهواء. اعزي العالم الاسلامي. اعزي العالم الاسلامي بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام. نعم. ولا بد من توجيه رسالة، لا بد من توجيه رسالة. انه الامام الحسين عبر تكرار السؤال لو كان موجودا نعم لقتل قتلة شنيعة من قبل هؤلاء السياسيين. والسبب في ذلك يعود ان هذه اليافطة اسم الحسين يافطة تستخدم الان من اجل الوصول الى المناصب، من اجل سرقة الناس، لان هناك حقيقة هامة لا بد ان نوضحها. هذا الشهر المحرم الان بدل ما يروح المالكي ويصلح مع الغربية قائم باعتقالات فظيعة ضد العراقيين، اعتقالات فظيعة يا اخي، يقلهم على اساس انه يحمي الشيعة، يحمي الشيعة من السنة في عشرة محرم. يا اخي هذا الرجل شق عصا المسلمين. يا اخي هذا الرجل اوصل العراق الى 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 مرتبة خطيرة جدا الان. لماذا لا يجمع العراق؟ لماذا لا يكون يوم الحسين يوما للشمل بين العراقيين؟ ليش تفرقة العراقيين بالظالمية والراشدية وغير ذلك؟ يا اخي علينا ان نجعل من الامام الحسين واسطة خير بين العراقيين. انت والله رايح تعتقد بالناس على اساس انه حماية للشيعة؟ لا يا اخي، يا اخي عايش الناس في بلد واحد. حاول ان تجعل من هذا الرجل العظيم مناسبة لرسم الفجوة ما بين السنة والشيعة. شكرا يا طلال، شكرا لاتصالك. بوركت يا رجل، وخل نسمع مداخلة أخرى. الأخ إبراهيم من البصرة. نعم يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العنوان طبعا جيد، وأنا أوضح بعض الأمور اللي ما طرحت أثناء الكلام. شرفنا. الله أنت شرف حبيبي. لو كان الحسين بن عبد الله سلام الله عليه يتواجد في هذه الأيام، أولا في البداية يقص على كل أخ يتخلى من أخوه، وكل متمكن يتخلى عن فقير، وبالتدريج إلى المسؤولين الذين يفضلون المقربين عن الباقين، وبعدها الحكومة. والله خف عن اقتصاد فلا أعلم فيه. وأنا أتمنى من كل قلبي أن عندي مجال أتكلم. أنا الإنسان اللي يسوي موكب والإنسان اللي يروح مشاية للإمام الحسين سلام الله عليه، ما نعلم في قلوبهم. أكو قلوب متعمقة في حب الحسين سلام الله عليه وما ضحى منه ومن عائلته في سبيل الصلاة، في سبيل الإسلام، إلى جميع الإسلام، عرفت؟ فوالله العظيم يحاولون قتله بس لا يستطيعون. وأنا أتمنى والله العظيم أن غضب الحسين سلام الله عليه بأمر الله تعالى أن تنزل عليهم من أصغر مسؤول سياسي إلى أكبر مسؤول بالحكومة غضبه ويراوينا بعيونه، لأن الإمام الحسين على حق والله العظيم. واحنا بالنسبة لنا الشباب والنساء والأطفال من يرحون للقرايات ويرحون للزيارات، يا أخي من دافع المحبة والمعزة بهالرجل هذا. صدقت يا إبراهيم، صدقت. أشكرك جزيل الشكر، شكرا لمشاركتك معنا. نعم الأخ علاء من الرمادي. السلام عليكم أستاذ هلال. يا مرحبا أخوي. عليكم السلام. نعزي العالم الإسلامي بيجمعه باستشهاد الحسين عليه الصلاة والسلام، والإسلام كله والعراقيين الشيعة والسنة والكرد والمسيح واليزيد، كل العراقيين، كل العراقيين. ماذا لو ظهر الإمام الحسين؟ والله العظيم، والله العظيم، لو يظهر لحظة واحدة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام
والله العظيم اذا قلت اياها جمله وتفصيلا، والله العظيم والله العظيم اول ما يقتلونه هم، والله العظيم وهم هاي يمسون مراقبات و قطر السنه حمايه الزوار حمايه الشيعه، والله العظيم ما يسوي هذا يا اخي المالكي لعب لعب ناقص ناقص حزام قناه العامريه الغزاليه المشاهدة ابو غره، يعني بيسوي يعني شيء مدى ترى انفردنا بالله العظيم، والله العظيم هذا كله 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 يعني كله فساد حكومي بامتياز واضح واضح والله العظيم، واحنا نرفض هذا الشيء على الانبار وجميع المناطق العراق وجميع المحافظات نخطف هذا الشيء، ونعم للاسف العراقيين جميعا بالاخص الشيعه من قتل الامام الحسين والله العظيم هم قتلوه من أمه؟ أنت ويا من تحكي علاء؟ لا أخويا لا شكرا شكرا علاء شكرا لا 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 ما يصير من نفسح المجال أمامكم بالحديث نمنحكم الثقة يا علاء أن تستغلون الفرصة لتهذيب النفوس وتجذيبها ومد جسور المحبة، نستغل هاي الفرصة أن تكون مناسبة تعميق أواصر المحبة بين الناس، مو نستغلها للهجوم على أطراف أخرى، هذول قتلوا وذولا ذبحوا، خلينا من هالكلام يا علاء، هذا كلام ما عاد لا يغني ولا يسمن، هذا كلام ما يفيد، الله يخليكم رجاء خلونا نتحدث بعقلانية ونتحدث بمنطق يليق بالعراقيين ويسمعوه ويتقبلوه ويتشرفون به. نعم الأخ حسن من السماوة، تفضل يا حسن. شلون كلام جلال؟ أهلا وسهلا يا حسن، يا مرحبا. العفو استاذ جلال، في مصاب أبو عبد الله الحسين هناك أسماء محفورة في ذاكرتنا كعبيد الله بن زياد وكالشمر وغيره من هؤلاء الأسماء التي كانت على تحت المعركة في ذلك الوقت. في هذا الزمان يا أستاذ جلال الآن عندنا مئات الشمر ومئات عباد الله بن زياد، وموضوع الحلقة لو أن الحسين يعود في هذا الزمن ويقول يا عراقي لماذا هذا الفساد في بناكم التحتية، لماذا هذا النهب من المال العام، لكان تقدم رئيس الوزراء شخصيا وقتله. والله وانا شهد على هذا كلامي ومفرض ابو عبد الله، لان المنطقه الخضراء الان مكتمله بجيش عبيد الله بن زياد اللي كان قبل الاف السنين كما يذكر لنا التاريخ. يا استاذ جلال الموضوع طلع، يعني الموضوع طلع من طاقه احنا واهل السنه هم اعداء لنا في هذه الحملات الاعتقالات في هذا اليوم الذي نستذكره وتذكره كل المسلمين بقاع الارض، يفترض ان نمد الجسور وتمد الجسور الحكومه مع الاهالي في اطراف بغداد في الطرق التي تقع على امداد القوافل اللي تروح للزياره الى كربلاء، عليهم ان يطهرون نفوسهم. لا تبدا هذه المتعطى اللي جايه ما اعرف منين منين تعتقل بابناء الناس، اهل السنه اخوان لنا وشركاء لنا وليس اعداء لنا. بل أعداؤنا ما يسكنون في المنطقة الخضراء، هؤلاء الناس الرعاة اللي جابتهم أمريكا وقدرتهم من هذا البلد. يا أستاذ جلال الحديث ذو شجون وأنا أشكرك جدا. شكرا لك أخي حسن، بوركت يا رجل، هم أبناء جلدة واحدة لا يختلفون أحدهما عن الآخر، كلهم عراقيين وكلهم نشامة وشرفاء و على كل، ولكن للأسف الشديد اللي يحكمون البلد السياسيين التعبانين اللي يتصورون انه هم راح يقدرون بهاي القصص والروايات اللي طلعوها على الناس، ذولا ارهابيين، ذولا قتلة، ذولا يعتدون على المواكب، ذولا يعتقدون انه هم هاي الروايات راح يغسلون بها أدمغة الناس ويقنعون الناس وبالتالي يظهرون هم كأبطال أمام شرائح كبيرة من المجتمع، أن احنا نريد نحميكم، احنا نريد لأن ذولا أعداء لكم.
هذا الـ 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 هذا السلوك اللا إنساني واللا حضاري واللا منطقي ولا هذا الهدف منه تجزية المجتمع. هي الحكومة وهم السياسيين يردون يفتتون المجتمع، يردون يشظون المجتمع، يردون يقطعوه إلى أوصال، يردون يخلون الناس تكره بعضها البعض، ولكن هيهات هيهات لهم أن يتحقق ذلك. نعم، خلنا نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير اللي حقيقة يفي بهذه المناسبة اللي أعد الزميل معتز المشهداني من كربلاء. خلينا نشوف التقرير ونرجع. لأن الثورة الحسينية لم تكن للعاطفة والبكاء، وإنما للمطالبة بالحقوق الشرعية لبني الإنسان، فقد اعتمدت المواكب الحسينية لعاشوراء الحسين هذا المنهج السياسي، فكانت شعاراتها أو ما تسمى بالردات منتقدة للواقع السياسي في العراق وإداء الحكومة العراقية التي ينخر الفساد المالي والإداري في كل مفاصلها. المواكب الحسينية أكدت إنها تسعى من خلال شعاراتها السياسية إلى تصحيح مسارات المسؤولين في البلاد وتنبيههم أزاء السقط الشعبي على أدائهم السياسي الذي تحول إلى منهج للفساد المالي والإداري والمحاصصة الطائفية، بينما لم يكن المواطن العراقي في قائمة الأولويات. الموكب يتميز بإشعار الظالمين بأنه قضية المظلوم هي واحدة في كل مكان، وما الهتافات والردات الحسينية اللي تلقى بالموكب إلا امتداد إلى هذا النهج، نهج النضال، نهج ضد الظلم، نهج ضد الباطل، نهج نصرة المظلوم، بيان أحقية المظلوم، بيان قضايا المظلوم، وهكذا في عراقنا الجريح اللي يمر حالياً بمرحلة صعبة تشتد عليها قوى الإرهاب من كل مكان. السلطات، الحكومات، البرلمان، مجالس المحافظات مدة 4 سنوات ينتهي. اللي يقدم عمل خير بثورة، بعمل، بإنجاز، بإصلاح هاي المدينة المقدسة يبقى ذكر خالد مع ذكر الحسين، واللي لا اللي بعد نعرف الواقع الحالي اللي يحب نفسه لا هذا ينتهي مع فترة من الزمن، مع ال4 سنوات اللي هو يريده يمحي. وإحنا نطلب من المسؤولين والسياسيين أن يتعبون مثل ما ضحى بنفس الحسين وضحى بأهله وبأطفاله وبعياله، أن يضحون وأن يخلون الشعب يتكاتف إيد وحدة. ليش إحنا دائما متفرقين؟ ليش دائما مو قلب على قلب؟ يكون نصير إيد وحدة إحنا، يعني ما كبيناتنا طائفية أو هذا سني أو هذا شيعي أو هذا أفلان، لا، إن شاء الله يكون الله يجمعنا بإيد وحدة كلنا، شيعي أو سني أو مسيحي، وإن شاء الله الله يحفظ العراق ويحفظ هاي العالم الزوار. يعني بس نطلب من هذه الأرض كربلاء وهذه الأرض المقدسة إن شاء الله، نطلب إن شاء الله صوتنا يريد يوصل إلى المسؤولين إن شاء الله، ونقول هلا تلهلا بالعالم الفقر إن شاء الله. انتقاد عمل الحكومة العراقية واستشراء الفساد المالي والإداري بكافة مفاصلها شعارات هذا العام التي رددها الكربلائيون في مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام. من كربلاء المقدسة، معتز المشهداني، التغيير. شكرا لك معتز على هذا التقرير وعلى هاي الآراء اللي جبت لنا اياها اللي سمعناها، آراء جميلة، آراء محترمة، بها تمنيات، بها الزميل حيدر ايضا اشتغل لنا هاي الصورة التعبيرية الرمزية، هاي هنا تذكير بالمعركة اللي جرت والتي استشهد فيها الإمام الحسين. طبعا هاي صورة رمزية، ليست لا تمثل شخص أو شخصية،
وهذا تراب المعركة يتطاير ضد الظلم لرفع الظلم عن الأمة عن الناس. وهناك العراقيين اليوم ما زالوا رافعين ايديهم يستغيثون يطلبون رفع الظلم عنهم. ولذلك جاء تساؤل الحلقة اليوم أنه ماذا لو كان سيدنا الإمام الحسين موجودا في العراق، ماذا سيفعل؟ أي نعم. إذا عندنا الأخ عودة من بغداد، مرحبا عودة. حياك الله، أهلا أهلا بالأستاذ الكريم، كيف الحال؟ الله يخليك يا مرحبا، تفضل أنت على الهواء. أنا أشكرك بارك الله فيك، أشكر المشاهدين الكرام أن هذه المناسبة مناسبة يجب أن نستقصي منها الدروس والعبر. أن سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه قمة في التوحية والإيثار والصدق مع النفس، لقد ضحى بأعز ما يملك وهي حياته وأهل بيته. نعم. وكان نبراسا للآخرين، وأن نستقصي منه الدروس والعبر بأنه أعطانا شعلة ضوء دروبنا للوحدة والتضحية، وكان ولا يزال يقتل الحسين يوميا بما يفعل الآخرين، بما يفعل الشراق، بما يفعل المجرمون بالاعتداء على المال العام وإزهاق الأنفس والاعتداء على الأبرياء. يجب أن يكون الناس كما كان الحسين رضي الله عنه. نعم. هل الحسين سرق؟ هل الحسين اعتدى على أحد؟ هل الحسين انتهك حرمات الآخرين؟ هل الحسين فرق بين الناس أم كان وحده واحدة أراد أن يجمع شمل هذه الأمة؟ شكرا أخي عودة، انتهى الوقت المخصص لك، وأكو اتصال آخر. فيصل من كركوك، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعزي الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية بذكرى استشهاد الحسين عليه السلام. عليه السلام. أستاذ جلال. نعم. بالنسبة لثورة الحسين، يعني كانوا في قديم تاريخا ما سووا مثل ولا زين، فإذا أخواننا الشيعة لا بدون على إحنا كان حكي وقاده. إيه هم هذول محسوا عليهم، هم براء الشعب، شعبنا العراقي الشيعة والسنة براء من الحكومة هذه، إحنا ما نلومهم، هم أخواتنا. زين إذا يتذكرون إخواننا العراقيين إبراهيم الجعفري شاد سيف علي انطار أبسل المجرم زين، والمالكي شخصية راح لأمريكا حط الورد على الجيش الأمريكي اللي ضرب النجف زين. وأخي العزيز احنا قواتنا ليش انتم احنا اخواكم تحملونا تقبلون يا من يقبل هسه عالم اطفالها بالشوارع وابهاتها بالسجن تلمم طماطم ما الشارع تاكل، ليش ما تخافون الله مباشره تقدر عليكم زين؟ اخي خلي يشوفون ابن المالك في بلندن شلون يستقبل فراري، هذا حقيقه وثائق موجوده، فهذول ما يحسبون الشيعه، احنا الشيعه اخواتنا نعرفهم زين زين. لا يا أخي، نقول للجيش العراقي ترى ذولا أخوتكم، ترى ما تدوم لحاجة، إحنا مو نهدلكم، أنتوا أخواننا تحمونا، إذا شو مباشر عبوا الكبار كلها زي ما أنتوا تقعبيها، أنتوا الفقراء إحنا جيشنا زين. فأنت الجيش هو العراقي، هو الدمج الميليشيات اللي كانت تكون قدام أمريكا وقدام إيران تكون الشيعي قبل السني. أنا عندي مليون متطوع بذاك الجيش من ناصرية، قالت القتال ماكو فوقها، وهسه يجيبون الولد كانوا يقتلون الشيعة. فيصل شكرا جزيلا.
نعم. إذن إن أوكي أوكي أوكي. المخرج يقول من الضروري أن نطعم الحلقة ببعض الآراء أو التعليقات الواردة على الفيسبوك أيضا، لأن حقهم علينا ويعتبون علينا أصدقاء البرنامج اللي يكتبون تعليقاتهم ويجهدون أنفسهم في كتابة التعليق والمشاركة. مهند الدليمي يقول المالكي يا مالكي تضحك على من؟ على الشعب العراقي الذي دفعت به سياساتك الإقصائية إلى سلم الفقر بعد أن نهبت خيرات العراق، أم على الشعوب العربية التي تعرف جيدا تاريخك وارتباطاتك الخارجية؟ على كل علي الصميدعي يقول سيدنا الحسين عليه السلام لا يقاس بالثوار، لأن الحسين ثورة اختزلت كل الثورات على مر العصور وحملت بداخلها آهات كل الثائرين. محمد فرج يقول قسما لو أن الحسين في يومنا هذا ورأى ما نراه اليوم لترك يزيد وثار على هؤلاء المتاجرين به. العراقي البغدادي يقول السلام عليكم ورحمة الله أستاذ جلال، تحياتي. الله يحييك أخي العراقي. يقول أين نحن من كل ما كان عليه الحسين عليه السلام، واليوم نقتل باسم سيدنا الحسين وآل البيت الأطهار وهم أبرياء من هؤلاء. طيب نعود إذن نستمع إلى وجهات نظركم عبر الهاتف، مداخلاتكم. الهام من بغداد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا إلهام. شلونك أستاذ جلال؟ الله يخليك، أنت شلونك؟ الله يخليك، الله يسلمك. أستاذ جلال، بالنسبة لهاي نعزي أنفسنا والشعب العراقي والأمة العربية وفاة سيد الشهداء الحسين، والنسيان مو مال واحد، مال كل الإسلام، لا شيعي ولا سني. وإن شاء الله بهاي المناسبة توحد الكلمة اللي بالعراق ويصيرون إيد واحدة يا رب، ونكون يكون عراق واحد لا مقسم. وإن شاء الله هاي يكون عبرة إنه ولو ما الحسين يعني يوجد في العراق كان هسه حرر العراق من هؤلاء اللي ما يخافون من الله واللي يقتلون في الناس ويعتدون على أعراض العالم، واللي النايم ببيته ما يقدر ينام. كان الحسين ما كان هيك، ما كان الظلم، هو أبو الحق، هو أبو الغيرة، هو استشهد من وراء هذه الشغلة، يعني من وراء الغيرة والشرف والقيمة والإسلام. هو ضحى بأهله وضحى بنفسه، وإن شاء الله يا ربي يسمعونا أهلنا الشيعة. إحنا ماكو فرق لا حسين ولا شيعة، وإحنا كنا أخوة على قلب واحد. وأتمنى كل أخواننا الشيعة يسمعوني، وإذا إحنا بالأعظمية أو بالكاظمية أو بغير الغزالية أو بالنجف كنا إحنا عراق واحد. وأشكرك أستاذ جلال. شكرا أختي إلهام، شكرا، بارك الله بيك. وأيضا مداخلة أخرى، سعد من بغداد، تفضل أخي سعد. سعد، سعد مرحبا. طيب نقرأ الرسائل، خلنا ناخذ حمزه من مدينه الصدر ونشوف انت تحدد موضوع قراءه الرسائل، لان عندنا اليوم رسائل للناس ضروري نقراها. نعم. تقديري واحترامي واعتزازي لك ولا هاي القناه العراقيه الاصيله. الله يخليك يا حمزه، تسلم. حبيبي دكتور جلال، سبق وان اتصلت فيك. اني يعني اكو ظلم، بس الظلم والفساد لما يوصل الى دم الشهيد يتاجرون به، هذه يعني هذه غاية عظيمة، هذه ما ممكن يعني توصل لهالدرجة. هذه
دم شهيد يعني دم شهيد عزيزي. ها احنا اشتركنا بالانتفاضة واخذوا عائلتي بالامن وشردت المدينة الصدر وعندي كتاب ورجعت بالعفو وكتلة وابني هذه باختصار. زين بعدين من كتلة قدمت معاملة مكان الشهود السنين طلبوا مني 8 شهود لانه رادوا مبلغ من عندي مؤسسة الشهداء وما انطلت. فمكان الشهود السنين رادوا من عندي 8 شهود وبعدين جبت 8 شهود خلوا كتاب بمعاملتي بانه ابني كتله نسيبه. زين اتصلت بوزير الداخليه طلبت القاء القبض على القتله وما سوى لي نتيجه. وصلت بمدير مؤسسه وخبرته بالموضوع عقيل الكفايه بوقتها وما سوى لي نتيجه. اتصلت بالمفتش العام وقال لي شل عيونه منطق حقك حيدر الشحماني وتاليها طبق ويا ذولا ضد معامله ابني. يا اخي هذا شهيد هذا خايف بالبتات. اطلب قضاء الاعلى يتدخل، اطلب اي شخص شريف عراقي يتدخل بالقضيه والمعامله ين المفتش العام للشهداء. يا حبيبي الى متى احنا نقبل على هذا الفساد؟ هذه مهمه يعني ما يصير ولا الله يقبلها ولا الانسانيه ولا اي انسان شريف يتقبل هذا الشيء. هذا دم شهيد يعني هذا شلون يصير هالشكل هو مسجون وعائلته بالامن 3 شهور؟ يعني يا ريت لو المفتش العام لمؤسسة الشهداء اللي عنده قضية الأخ حمزة من مدينة الصدر، يعني يا ريت لو يكون استمع لما تحدث به الأخ حمزة، وإذا كان ما استمع فأكيد هناك من استمع لهذا الحديث وبإمكانه أن يوصل هذه الرسالة للمفتش العام لمؤسسة الشهداء. انصفوا هذا الرجل، يعني فاقد شهيد هو، وهاي أكثر من مرة هو الحقيقة يتحدث ويانا بالبرنامج في هذا الموضوع وقلبه محروق. انطوا له حق، يعني لا تظلموا، كونوا مناصرين للمظلومين ضد الظلم بهاي الأجواء وبهذه الأيام وبهذه المناسبة. نعم الأخ حيدر من النجف، تفضل يا حيدر. طيب حيدر وهو آخر اتصال على فكرة. حيدر حيدر طيب إذن خلونا، يبدو الاتصال انفصل ويا الأخ حيدر. خلونا نذهب إلى الزاوية الأخيرة في البرنامج أو إحدى زوايا البرنامج، هي رسائل الناس. عندنا رسالتين. الرسالة الأولى من الأخ أيمن التميمي من الموصل العزيزة، يقول رجاء من قناتكم الرائعة أن تزيد من تغطيتها للأحداث التي تجري في مدينة الموصل، لأن هناك أحداث دامية تجري لم تمر على المدينة حتى في سنوات الاحتلال الأولى. يقول لم يسبق أبدا أن فجرت عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة على مدنيين في الموصل عندما كانت تحت سيطرة القاعدة في سنة 2005 و2006، ولكن الآن على الرغم من وجود عشرات الآلاف من القوات الأمنية أصبحنا نرى التفجيرات ضد المدنيين تحصل، وشارع النجف سابقا يشهد على ذلك، ومنطقة باب الطوب ومنطقة المجموعة الثقافية يعني الجامعة جامعة الموصل. يقول تدل على أن هناك جهات أخرى من غير القاعدة هي من يستهدف أو تستهدف مدينة الموصل أو محافظة نينوى. يعني هذه الرسالة الأولى يشير فيها وأكرر، يقول أنه يدل على أن هناك جهات أخرى من غير القاعدة هي من تستهدف الموصل، تستهدف النسيج الاجتماعي في الموصل، تستهدف النخب والكفاءات والمراكز التجارية والاجتماعية. طيب رسالة أخرى من الأخ، هو سمى نفسه مراد علم الدين، ما أدري هذا الاسم مقتبس من المسلسل التركي لو هو اسمه الحقيقي. إذن يقول
طبعا هو عاتبني الحقيقة وعتاب بي شيء من القسوة، وإحنا نتحمل يعني ونستوعب ونتقبل كل الآراء وكل وجهات النظر، ما عندنا مشكلة. وتحداني أن أقرأ رسالته في البرنامج، بالعكس أنا شفت بها كل أريحية وبكل سرور أن أقرأها نصا كما وردت من عنده. يقول المفروض أنك صحفي، طبعا هو الأخ مراد يدافع عن السيد المالك، يقول أنتوا هواي تهاجموا. خلنا نقرأ الرسالة. يقول المفروض أنك صحفي وتعمل بمهنية، ولكني أراك بعيدا جدا عن المهنية والمصداقية. الصحافة مهنة المتاعب مثل ما يقولون، وأنت جالس في محلك وليس في جعبتك غير قال المالكي وعمل المالكي. والأدهى عبارتك، يعني أنا ما راح أقدر أقرأها، أنت تقرأها على الشاشة، عبارتك الكذا المستهجنة، لو أني لو المالكي ما أدري شنو، التي لا يقولها غير ابن شارع. شكرا واعذرني على هذا التشبيه. وين عذرك بعد يا مراد؟ ولكنها الحقيقة، ولا تعتبر كل من يصدق كلامك أو يساندك أو يصفق لك هو معجب بك وبكتاباتك أبدا. هؤلاء طائفيون، كل العراقيين اللي يتصلون بالبرنامج من الجنوب والشمال والوسط كلهم طائفيين، ولهم أحقادهم وأجنداتهم الخاصة بهم. ليش؟ لأنه يحجون على الحكومة وعلى رئيس الحكومة. أرجو منك أن تكتب شيئا مفيدا، أو لا مانع، لا مانع يعني انطانا موافقة الأخ مراد، انتقد أي شخص في الحكومة ولكن بمهنية وصدق وبدون كذب ودس وافتراء. أنا لست مع المالكي. شون مو مع المالكي يا مراد بعد أكثر من هاي؟ أو غيره. أنا مع الوطن ومع من يعمل بجد واجتهاد لإنقاذ الوطن، ولكن ليس بالغش والكذب. والله أنا هذا الوعد اللي وعدتك بي يا أخ مراد، أنه أقرأ الرسالة كما هي، أقرأها ما بها شيء، يعني هي رسالة تكاد تكون وإن تضمنت بعض العبارات يعني غير اللائق أن يعني تلقى على مسامع المشاهدين. مراد الدفاع عن الحكومة مو بهذه الطريقة اللي تدافع عنها حضرتك. دافع عنهم لما يكون عندهم منجز، لما يكون عندهم معلم من معالم الحضارة اللي 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 الناس يباعون عليه ويشوفوه، لما يكونون أسهموا في شيء مهم في الثقافة، في التعليم، في الصحة. للأسف الشديد التدهور يجتاح كل مناحي الحياة في العراق، والحكومة هي المسؤولة. لمن نروح نسأل الحكومة التركية نقولهم أنتم مسؤولين عما يجري في العراق؟ لو نروح على الحكومة الكويتية، لو نروح البنغلاديش، يعني لمن نسأل؟ إذا أردت أن تدافع عن السيد المالكي أو عن النجيفي أو عن الطلباني أو عن أي شخصية حكومية أو سياسية في العراق، مو بهذا الشكل أخي. أنا أيضا أطلب منك أن تحترم آراء الناس ومشاعرهم والظلم الواقع عليهم، وانت دا تسمع بإذانك يعني من خلال شاشات التلفزيون، مو بس قناتنا. وإنما على كل، لا أريد أن أعطي وقتا أكثر، أظن الكلام بليغ ولا يحتاج إلى تفسير. ما تبقى ها بشكل سريع تدلل المخرج، يقول بشكل سريع أقرأ ما تبقى من الرسائل. محمد فرح، لا هاي قريناها. العراقي البغدادي أيضا قريناها. قتيبة جبل يقول والله والله لو ظهر الحسين لقتله المعممون والسياسيون، لأنه سيقطع رقابهم يعني على كل. حميد جواد الجميلي، أن الحسين عليه السلام بريء من هالأشكال التي تتاجر بدماء الناس. انتصار البدراني، هؤلاء تجار باسم الإسلام، فهم بعيدين عن أخلاق الحسن والحسين، فهم الطاهرون وهؤلاء في نار جهنم. مؤيد الحديثي، يكفيهم خزي ومذلة واحتقار، ومن أقرب الأقربين منهم بعد أن انفضحت أكاذيبهم وبانت مساوئهم.
من هل البغدادي يقول الحسين عليه السلام أعلن حينما خرج للقتال: أنا لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا أو ظالما. يحيى العراقي: السلام عليكم وعليك السلام، لو عاد الحسين عليه السلام لقطع رؤوسهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو حارث حسن يقول: والله سيختالونه يعني يختالون السيد الحسين بطريقة أبشع من الطريقة التي استشهد فيها، وهم يوميا يختالونه بظلمهم لأتباعه وسرقة أمه. حمزة وسرى الراوية وعبد السلام العراقي ومنير الحسيني وزياد حسن وأنور الكرواتي ومحمد العبيدي وآخرين، شكرا لكم أحبتي المشاهدين الكرام لهذه التعليقات الصادقة الواقعية، شكرا لمساهماتكم الهاتفية واتصالاتكم، والعذر لكل من حاول أن يتصل بالبرنامج ولم يتمكن، وهذه تحية كبيرة لكم مني أنا محدثكم جلال النداوي في مالا.